بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام من هنا من أرضية ميدان الشعب، من أرضية ميدان اللبسة، لسباقات الهجن العربية الأصيلة في إمارة أم القيوين، وعبر هذه الانطلاقات وهذه التحديات في شوطنا الأول الرئيسي المخصص لفئة الأبكار اللقاية من مسافة 3 كيلومترات. نتابع معكم أول التحديات من مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان حفظه الله ورعاه. أبدأ مع ألف هدى لعلي بن محمد بن راشد بو عواد الغفلي، من يسيطر على الأمور بو عواد، من يقدم لنا هذا الحضور الرائع. المركز الثاني أتابع سمحة لأحمد بن خليفة بن عبيد بن حميدان الفلاسي، متقدما أيضا بن حميدان يعلن حضوره من خلال هذا الأداء الرائع ومن خلال هذا الأداء الجميل على ثاني المراكز. أنتقل إلى المركز الثالث، التواجد من ثالث المراكز والنقلة على أسياد لعبيد بن عبيد بن محمد بطاقية النعيمي. نقلتنا إلى المركز الرابع، رابع المراكز. أتابع من الجانب الآخر تقدم الظبي لعبد الله بن حميد بن حارب الشامسي. والمركز الخامس التماس لعبد الله بن خليفة بن عنتر الأغفل أيضا. أتابع عز كذلك قادمة في هذا التحدي لمحمد بن راشد بن مبارك بن صرود. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة التي نتابع من خلالها هذا التحدي الرائع. أعود من جديد مع ألف هدى على المركز الأول والبداية. ألف هدى من تقود هذه المجموعة، هذه القيادة القوية والمميزة لعلي بن محمد بن راشد بو عواد الغفلي راعي العوايد بو عواد. الله الله الله، راعي مياس، راعي مياس، وما أدراك ما مياس، متواجد هنا ليقدم حضور بهدى على المركز الأول والانطلاق الأول. إنجازاتها عديدة، إنجازاتها كثيرة، دائما ما تتواجد بالمراكز الأولى المتقدمة. الله عليك يا أبو عواد. المركز الثاني نقلتنا على انطلاقة سمحة لأحمد بن خليفة بن عبيد بن حميدان الفلاسي. والمركز الثالث عز محمد بن راشد بن مبارك بن صرود أيضا في هذا التقدم الرائع. هذه نتيجتنا، لكن بعود وين روحت الفهدى؟ وين 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 روحت الفهدى مع المركز الأول؟ راعية العوايد، راعية العوايد، ما تخلي عوايدها، ما تخلي عوايدها. أبو عواد راعي العوايد، هو بعد ما يخلي عوايده، ما يخلي عوايده. مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول، تنفرد تنفرد عن باقي المشاركين في انطلاق هذا الشوط بدون أي منافس، بدون أي منازع على الإطلاق. سلام يا الفهدى، سلام. المرشحين جماهير الفهدى يتابعون ويشجعون الفهدى من تقدم لنا هذا العرض الرائع بالمركز الأول وبالانطلاق الأول بناموس هذا الشوط والعرض المميز. إذا بانطلاقتنا في شوطنا الأول الرئيسي في هذا الصباح، في شوطنا الأول الرئيسي في هذا الانطلاق المميز والمثير. سلام أبو عواد، سلام، سلامي عليك يا أبو عواد، سلامي أيضا للمتابع الدائم لهذا الشعار كذلك صالح بن علي بن محمد أبو عواد الغفلي. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن عواد الغفلي على هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول. المركز الثاني لسعود بن علي بن حمد المحاربي، والمركز الثالث